أهلا من جديد مشاهدينا، ونسعد أنه نرحب بسهل أحمد العبيد الصحفي الرياضي والمحلل أيضا ليرافقنا في هذه الفقرة وأبرز الرؤى لأبرز القضايا والأحداث الرياضية في الساحة. أهلا بك وسعد الله كل أوقاتك. يسعد أوقاتكم إن شاء الله وأوقات كل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا يا سهل. طبعا بعد طول غياب نلتقي خلال صباح الشروق. صحيح. طيب يا سهل، نبدأ بفوز الهلال أمس بخماسية على حي العرب، مباراة بعد الفوز في تداعيات كثير جدا، في شك وحصلات بالنسبة لمشاركة بعض اللاعبين اللي تم بموجب عقوداتهم المنتهية، كثير جدا من الأحاديث، يعني نتكلم عن هذه المباراة. نعم، يعني يمكن المباراة هي استمرار للنتائج الإيجابية اللي حققها الهلال في الفترة الأخيرة. يعني يمكن نحن تكلمنا في الفترة الماضية عن أنه الهلال سقط في 3 مباريات متتالية لم يعرف فيها طعم الانتصار، لكن وهذا الأمر يمكن وضع ضغط كبير جدا على الجهاز الفني. الجهاز الفني برر هذا الأمر بأنه هناك نقص في اللياقة البدنية بالنسبة للاعبين، وإن كان هذا المبرر أعتقد أنه إلى حد ما لم يكن مقنع للكثيرين، نظرا لأنه كل ما اللاعب لعب مباريات أكثر كل ما ارتفع المعدل اللياقي بالنسبة له. فأعتقد أنه التعاقد مع معد بدني تونسي يمكن هو صحيح أسهم في ارتفاع المعدل البدني. لا ننسى أنه هناك كان في بعض الأحاديث بتشير إلى أنه هناك خلافات مع بعض اللاعبين مع الجهاز الفني، يمكن هي اللي أثرت على أنه الشكل الهلال يظهر بهذا الشكل السيء ويمكن يفقد النقاط في 3 مباريات متتالية. ولكن أعتقد أنه التدخل بالنسبة للإدارة من أجل حل هذه المشاكل أسهم في أنه الهلال يعود إلى سكة الانتصارات مجددا. حقق انتصار كان مهم على حساب ضيفه أهلي شندي بهدفين مقابل هدف، ثم عاد وحقق انتصار آخر على ضيف صعب مثل أهلي مروي، ثم بعد ذلك في الفوز بالأمس الكبير اللي حققه على حي العرب، وهي أكيد رسالة تطمين لجماهير الهلال بأنه الهلال بدأ يستعيد توازنه، بدأ يظهر بشكل أفضل حتى يكون قادر على أنه يخطف بطاقة تأهل من مجموعة صعبة جدا، في وجود النجم الساحلي، في وجود الأهلي المصري، في وجود بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي. ما في شك بأنه النتيجة الكبيرة تؤكد يمكن أيضا مرة أخرى الفارق البدني والفارق المهاري، بالإضافة إلى أيضا الفارق بالإمكانيات ما بين فريقي القمة وبقية أندية الممتاز. ولذلك للأسف نحن كل مرة بنتفائل بأنه في بداية الموسم بعض الأندية بتظهر بشكل جيد وممكن تشكل ضغط على فريقي القمة، لكن للأسف أنه هذه النتائج ما قاعد تستمر، وبالتالي بترجع هذه الأندية مرة أخرى إلى وضع الطبيعي ويعود فريقي القمة للمنافسة على الصدارة. الهلال قفز إلى الصدارة ما في شك أنه أمر طبيعي، لكن يمكن ما كان مخيف في هذه المباراة أكثر هو إصابة حارس حي العرب صداح، تم نقله إلى المستشفى لكن الحمد لله اتضح أنه يعني هو يعاني من إصابة طفيفة. يعني يمكن الجميع كان يخشى أنه تحدث تداعيات لهذه الإصابة، لكن الحمد لله أنه صداح يعني طمأن الجماهير بعد المباراة يمكن بقرابة الساعة بأنه هو في وضعية جيدة وأنه إصابته طفيفة ولن تبعد عن الملاعب لفترة طويلة. نعم.